إنه مكب نفايات بلدة ذو قمكايل على الطريق البحرية ملاصق لمعمل الكهرباء. البلدية وجدت هذا العقار ضمن حدودها، رفعت كتاباً إلى سوكلين أفادتها بتأمين المكب، وبناء عليه تحركت الشاحنات وبدأت لم النفايات ورميها عشوائياً في هذا العقار الذي يقع وسط منطقة صناعية وسكنية. العمل الذي بدأ تحت ستار الليل لم يبقى خافياً على الأهالي، فتحرك السكان وحاولوا إيقاف الشاحنات. دعينا للبلدية 4 مرات بيقولوا له إيه هلأ مننزل منشوف. لقينا بالآخر اليوم أنه البلدية هي اللي عم تحفر وعم تكب الزبالة هون. خلي الواحد ساكت أحلى، خلي يتسمع علينا رئيس البلدية بس شاطر يقبض. لكن ليس بيد البلدية أي حيلة، وعلى ذمتها فإن المكب مؤقت إلى حين نقل النفايات إلى خارج المحافظة. بزوق مكايل برمو كله، ما في عقار فاضي. عندنا مشكلة عويصة، يعني اجتنا قصة الزبالة فجأة من الدولة من دون سابق إنذار وبدون طيب بدنا نحل بالممكن. هلا الحل لقينا هيدي شقفة الأرض هون عم نحط فيها الزبالة مؤقت. صورة الليل كشفت تفاصيلها وبشاعتها وروائحها ضوء النهار. النفايات تحولت إلى جبل، والأكوام بدلا من أن تفرز وتحضر للنقل تردم في حفر وتطمر بالتراب، والروائح حدث ولا حرج. أما سوكلين فتنشط شاحناتها على الخط وتنقل النفايات وترمي المزيد منها في المكب بشكل عشوائي. رئيس بلدية ذو قمكايل نهاد نوفل قال في اتصال مع الـ LBCI إن الحل مؤقت، وإن البلدية تفرز الكراتين والورق قبل نقل النفايات إلى المكب وتخزنها في عقار ملاصق للوادي الأثري في أسفل الذوق بانتظار بيعها للمصانع المهتمة، نافياً رمي نفايات عشوائية في الوادي. نوفل أوضح أن البلدية في صدد تكليف شركة تعمل على الفرز من المصدر وعلى نقل النفايات خارج الذوق لمعالجتها، لا سيما وأنه أبلغ من أوساط وزارة الداخلية أن أزمة النفايات لا تزال معقدة، لا بل أنها تزداد تعقيداً.